وضمن الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، عقد رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي اجتماعا مشتركا بشأن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وأكد رئيس الشبكة الاستعداد الكامل لدعم المفوضية في التهيئة الإعلامية لهذا المنجز الوطني الكبير، وبين أن الشبكة ستعمل على دعم كامل إجراءات المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية إعلامية. من جانبه، أكد رئيس الإدارة الانتخابية نجاح الحملة الانتخابية السابقة في عام 2021، والتي جرت بالتعاون مع شبكة الإعلام العراقي التي كان لها الأثر الكبير في تكرار التجربة مرة أخرى، مبديا شكره وتقديره لرئيس الشبكة وكوادرها لتعاونهم مع المفوضية. المفوضية دؤوبة للعمل بشكل مبكر في هذا الملف، وسبق للمفوضية أن اشتغلت وعملت مع شبكة الإعلام العراقي في انتخابات 2021 من أجل طبع بعض الوثائق الأساسية الاعتيادية غير الأمنية، وكان هناك إنجاز سريع وممتاز من شبكة الإعلام. هذه المرة المفوضية أيضا حبت أن تعيد هذه التجربة بالنظر لما لمسته من إنجاز بالمرة الماضية، وإحنا بدورنا أيضا كشبكة الإعلام يعني لن نتأخر في معاونة ومساعدة المفوضية في التهيئة لهذا العمل الوطني الكبير، سواء من حيث المعاونة في إنجاز ما مطلوب من مطبوعات أو حتى ما سيتطلبه الأمر على الشاشة من مواد تدعو إلى الانتخابات. احنا في إطار الاستعداد للانتخابات القادمة، انتخابات مجالس المحافظات، تم وضع جدول زمني يتضمن من ضمن فقرات الجدول الزمني هو الحملة الإعلامية والمطبوعات التي تحتاجها المفوضية غير الحساسة في العمل الانتخابي. حقيقة لوجود تجربة سابقة، وكانت تجربة ناجحة جدا في مجال الانتخابات في عام 2021، انتخابات البرلمان العراقي، جينا اليوم حتى نضع التفاهمات الأساسية الأولية لهذا الموضوع، ووجدنا تعاون كبير جدا من شبكة الإعلام العراقي وعلى رأسها دكتور نبيل رئيس الشبكة، والرجل كان متفهم ومتساعد جدا وداعم لعمل المفوضية فيما يخص الجانب الإعلامي وجانب المطبوعات.